تظاهرات وقطع للشوارع من قبل مواطنين وبعض أبناء العشائر في عدة مناطق من محافظة ديالى للمطالبة بإقالة محافظ ديالى مثنى التميمي عن منصبه بسبب سوء إدارته للمحافظة واستئثاره بالسلطة والمال على حساب تقديم الخدمات بحسب قولهم. نطالب مجلس المحافظة المحترمين بإقالة المحافظ مثنى علي مهدي وذلك لسوء الخدمات في محافظة ديالى ولنهب أموال العام وللتهريب اللي عم في كل العراق من هاي المنافذ والسيطرة على ثورات المنافذ لأن بها ثورة تغطي العراق أحسن ما رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الله يحفظه يروح يتداين خليه يجي يسيطر على هاي المنافذ ويوزع رواتب للفقراء وللشعب. لا ماكو مسيسة كلها من كافة العشائر معتصمين لحين قالته في قضاء المقدادية في طريق الجيزاني تقاطع الجيزاني في كنعان في قرية السلام في يعني في كل المحافظة واليوم نطلع آخر يوم باكر اعتصام لباب مجلس محافظة البلديات بالوكالة الزراعة بالوكالة الصحة بالوكالة قايم مقام بالوكالة الكهرباء بالوكالة الاستثمار بالوكالة نائب محافظ ماكو يعني هاي مو دولة يعني مو دولة بديال. وقد لا يطول صبر المتظاهرين على تسويف مطالبهم لبعيد كما يقولون إلا إن مجلس المحافظة حاول استيعابهم من خلال إقناعهم بسلك الطرق القانونية لحل المشكلة ضمن جلسة طارئة. جاءنا عدد من ممثلي المتظاهرين لمجلس المحافظة كنا باستقبالهم أنا وأعضاء مجلس إخواني أعضاء مجلس المحافظة يعني سلمونا طلباتهم اللي هي تتمثل بثلاث طلبات رئيسية جلسة لمناقشة هذه الطلبات وسنتعامل معها وفق القانون. نعم نحن ممثلين للشعب ونتعامل وهمنا هو الشعب لكن هناك أطر قانونية يفترض أن ندرس طلبات المتظاهرين فيما يوافق القانون سنسير به إن شاء الله. الشارع الشعبي الذي سأم الصراعات بين الكتل السياسية والأحزاب واستخدام العشائر كورقة ضغط بين خاسر ومستفيد لم يخفي قلقه من تحول الصراع إلى مواجهات مسلحة بين أبناء المحافظة الواحدة. رجل دافع عن محافظة ديالى بقوة ويعني دائما يخرج إلى سواتر القتال لحين تحرير محافظة ديالى. حقيقة اليوم نستغرب من هذه التظاهرات ضد محافظة ديالى. يعني التظاهرات حقيقة هي تظاهرات واضحة مسيسة وأيضا تؤثر تأثير كبير هذه السياسة على أصبحت تؤثر على العشائر بشكل سلبي جدا. بصراحة محافظة ديالى تشهد منعطف خطير إذا ما ظل هذا الواقع موجود في هذه المحافظة. تظاهرات عشيرة فلانية ضد عشيرة فلانية، هم لا يقولون عشائر فلانية وعشيرة فلانية بل يقولون ضد المسؤول الفلاني أو مع المسؤول الفلاني. احنا في قضاء بعقوبة بصراحة متذمرين من هذه الوضعية ونطالب الحكومة المركزية لأن بصراحة عجزنا من الإدارة المحلية، الإدارة المحلية أصبحت مجرد عاجزة عن سماع هموم المواطنين. فالجلسة الطارئة التي وعدت بها رئاسة المجلس لم تعقد بسبب النصاب حتى بعد حضور المحافظ ولقائه بالمتظاهرين والفرقاء السياسيين، فبعد 4 ساعات من الانتظار تنتهي من دون تصريح ومن دون الخروج بنتائج.